Recording in progress. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم في المحاضرة السادسة. الوقت بيجري يا جماعة، النص الأولاني خلص، دخلنا في النص التاني. دي المحاضرة السادسة، أتمنى تكونوا بخير وبصحة وبعافية، وتكون الكويزز بالنسبة لكم سهلة وبتحلوا كويس وفاهمين كل حاجة. وزي ما قلت لكم، لو أي حد مش فاهم أي حاجة ابعت لي على الإيميل أدرس بتاعي وأنا تحت أمره وأساعده. وبس كده، احنا هنتكلم النهارده عن موضوعين مختلفين. الموضوع الاولاني اسمه الكوميونيكيشن، الاتصال. الموضوع التاني اسمه ستراكشر، الهيكل التنظيمي للشركه. المحاضره لطيفه، ما فيهاش اي تعقيدات، بسيطه جدا، هنفهمها مع بعض ان شاء الله. نبتدي على طول، ندخل على السلايدز على طول ونتكلم على كوميونيكيشن. يعني ايه كوميونيكيشن؟ كوميونيكيشن يعني ده نقل المعلومات، نقل وفهم المعلومات. Transference and understanding of meaning. Transference يعني نقل، و understanding يعني فهم، of meaning معاني. وده احنا حياتنا كلها مبنية على الاتصال. يعني تصدقوا، يعني من أول ما كنت أنت دبت فيك الروح في بطن والدتك وأنت بتتواصل مع والدتك في الرحم، في بطن الوالدة، تقعد عايش طول حياتك بتتواصل مع ناس أو تتواصل مع نفسك، حتى لو أنت ما بتتواصلش مع ناس. لما أنت نايم في بتحلم بتتواصل. لما ربنا يعني يطول في عمرك ونتوفى، ندخل القبر في تواصل مع الملكين. فالتواصل ده عملية مستمرة في حياتنا، في كده هي عملية في منتهى الأهمية الحقيقة. طب ايه الفانكشنز بتاع الاتصال؟ ايه وظائف الاتصال؟ فوست موتيفيشن ستيمليت ميمبرز تو بيرفورم، بتساعد على تحفيز الناس. احنا قلنا ان التحفيز من ضمن الحاجات المهمه جدا اللي المدير لازم يعملها عشان يخلي الموظفين يشتغلوا احسن. ومن ضمن المهام الاساسيه للمدير موضوع التحفيز ده. في مديرين كتير قوي للاسف ما بيحفزوش الموظفين بتوعهم، ده بيؤثر سلبيا على البرفورمانس. تحفيز عملية في منتهى الأهمية. فالتحفيز بيتم عن طريق الاتصال. أنت بتحفز واحد، تبعت له إيميل مثلا تقول له إن أنت، أنا مبسوط من أدائك كويس، أو تشوفه فيس تو فيس، وجها لوجه، تقول له إن أنا مبسوط من أدائك ومن إنجازاتك، وكيب إت أب، وكمل في اللي أنت بتشتغل فيه، إحنا كشركة مبسوطين منك. بوست موتيفيشن ستيمينيت ميمبرز تو بيرفورم، ساعد على انتشار التحفيز ومساعدة الموظفين على الأداء الأفضل. Provide release of emotional expression، كمان بتؤدي إن الواحد بيطلع يعني العواطف والأحاسيس بتاعته ويطلعها بره. و provide information needed to make decisions، وبتساعد على أو بتمد المعلومات المختلفة التي تساعد أصحاب القرار على اتخاذ القرارات. وفي الاخر خالص سورت اوف كنترول، طريقه من طرق الكنترولينج الناس والتحكم في الموظفين. الحقيقه في الاتصال دي نظريه او بروسيس او عمليه بتبدا بسندر واحد اللي هو باعث الرساله. باعث الرساله بيحط المعاني اللي هو عايز يبعتها للريسيفر للمستقبل، بيحطها في صوره رموز. اللغه هي رموز، اللغة العربية هي رموز، والعملية دي بنسميها إنكودينج، وضع المعلومات اللي أنا عايز أبعتها في مجموعة من الرموز المفروض إن الريسيفر المستقبل يكون فاهمها. دي بنسميها الإنكودينج، إنكودينج مسج. يعني أنت بتإنكود ذا مسج، ملهاش مسمى بالعربي الإنكودينج دي. هو انا ما اعرفش المسمى بتاعها بالعربي، بس هي في الاخر خالص وضع المعاني اللي حضرتك عايز تبعتها في صوره رموز. الرموز دي مفروض من المفترض ان الطرف الاخر المستقبل يقدر ان هو يفهمها. ثم
ده الانكودينج، ثم عن طريق شانل متابعة الرسالة. شانل يعني وسيلة أو قناة بتبعت فيها الرسالة، وليكن أنا الوسيلة اللي أنا بستخدمها دلوقتي إن أنا ببعت بيها الرسالة بتاعتنا اللي هي الأونلاين أو المحاضرة المسجلة ليكو، لو لايف سيشن يوم الخميس بتبقى حاجة أونلاين، يبقى في نوع من التفاعل بيننا وبينكم. وبعد كده المسج ريسيفد بالريسيفر بيعمل بقى عشان يفهمها، بيعمل حاجة اسمها ديكودينج. احنا كلنا في البيت عندنا ديكودر، جهاز فك الشفرة، وهو بيفك شفرة الرسالة دي. من المفترض ان في مخه الجهاز فك الشفرة اللي هو متعارف على او يعرف اللغة اللي هي اللغة العربية مثلا اللي هو بيبعت بيها السندر، ثم بعد كده يحصل فيدباك حيث يتحول الريسيفر للسندر والسندر للريسيفر، ويتم عملية الاتصال. فعملية الاتصال لا تتم إلا لما يحصل نوع من الفيدباك. أنا مثلا وأنا بتواصل مع حضراتكم في اللايف سيشن، بنتوا مفيش طبعا صوت بالنسبة لكم، لكن أنتوا كنتوا بعتوا لي تشات تقولوا لي حاجة مش فاهمينها أو إحنا فاهمين أو أنت أي حاجة، فده بيعمل نوع من التواصل. لو مفيش تشات مش هيبقى فيه تواصل، عملية مش هتتم كاملة عشان هيبقى في حاجة ناقصاها. فبالتالي الفيدباك حينما يتحول الريسيفر للسندر والسندر للريسيفر ده اللي بيكمل عملية الاتصال. وفي في النص حاجة بيحصل نويز. نويز يعني ايه؟ يعني عملية الاتصال لا تتم نتيجة حاجة في النص زي دوشة، زي حاجة عطلت الاتصال، فبالتالي ما فهمناش الرسالة عاملة ازاي. طب انا مثلا عايز اقول لكم مثال، انا ممكن اكون انا ببعت لكم الرسالة بتاعتي دلوقتي بلغة تانية غير اللغة العربية ولكن اللغة الإيطالية، فبالتالي أنت ما عندكش في مخك جهاز فك الشفرة اللي يفك رموز اللغة الإيطالية، فمش تفهم الرسالة. فلازم يبقى أنت عندك جهاز فك الشفرة تفهم الرسالة. طب هل بس إحنا بننقل رسائلنا عن طريق الكلمات اللي هي بنحطها في صورة رموز؟ لا، ممكن ننقل الرسالة مثلا الفنان اللي هو الميوزيشن اللي هو الموسيقى بين أحاسيسه ومشاعره بيحطها في رموز، وهي الرموز هي اللغة الموسيقية أو الموسيقى. ومفروض أنا الناحية التانية لو أنا عندي ديكودنج للنوع الموسيقى دي أقدر إن أنا أفهمها وأتفاعل معاها وأسقف ده الفيدباك بتاعي. طيب مين تاني بيعمل كده؟ مثلا أدي الموسيقي مثلا، الرسام بيضع برضو المعاني اللي عايز يحطها، بيضعها بيعمل انكودنج، حطها في صورة رموز، وهي الرموز هي الفن بتاعه، بيبعتها للريسيفرز. الريسيفرز دول عشان عندهم جهاز فك الشفرة، فتلاقي واحد مثلا واقف قدام اللوحة الفنية ساعة بيتأمل فيها ومبسوط جدا منها، وواحد تاني واقف قدام اللوحة الفنية دقيقة واحدة بيقول ايه الشخبطة دي، انا مش فاهم اي حاجة. هو العيب مش من الشخبطة الحقيقة، هو العيب من حضرتك، حضرتك ما عندكش جهاز فك الشفرة عشان انت مش فاهم فن، مش قادر تفهم الرموز، فبالتالي مش قادر تعمل لها ديكودنج فك شفرة الرسالة بتاعت الرسام. عشان كده احنا كناس بقى يعني بروفيشنال والناس محترفين، مفروض ان احنا ما نتريقش او نقول ان الفن ده فن مش عاجبنا ولا بتاع. هو النقطة كلها ان هو الفن انت ما عندكش جهاز فك الشفرة. انا مثلا اديكم مثال، انا مثلا فن الاوبرا، انا مثلا من 30 سنه ولا حاجه اول مره كنت اروح حفله اوبرا مع واحد صاحبي، فكان انطباعي ان الناس اللي حواليا ناس راقيه جدا وصفوه المجتمع، لكن لما كان بيبتدوا يغنوا في الاوبرا حسيت ان الناس دي بتصوت، يعني ما بتغنيش، ايه الفن في كده هوت. لكن بيني وبين نفسي قلت مش معقول كل الناس اللي قاعده دي وهم صفوه المجتمع مستمتعين وبيسقفوا بحراره، وانا اللي عندي وانا شايف ان الفن ده فن مش كويس. فرجعت البيت وقعدت اتعلم الفن ده واقرا عنه واسمع، لغايه لما ابتديت حبه بحبه اعمل ديكودينج، وابتدى الفن الاوبرا بالنسبه لي يبقى كاني بسمع ام كلثوم بعد في المراحل المتاخره، يعني بقى حاجه زي ام كلثوم، بقيت افهمه كويس جدا وبقيت استطعمه زي ما بنقول كده بالبلدي. فبالتالي ما نحكمش على اي حاجه ان هي حاجه وحشه الا لما يعني لازم اكون متاكد ان انا ما عنديش جهاز فك الشفره. ده هو نظريه الاتصال. فباختصار كده نظريه الاتصال تبدا
بوضع رسالة في قالب من الرموز بنسميه encoding، ننقل الرسالة عن طريق channel، وليكن channel إن هو email address، أو أنا channel بتاعتي حاليا اللي هو المحاضرة المسجلة. ثم الناحية الثانية اللي هو الريسيفر يستلم الرسالة ويعمل لها ديكودينج، يعمل لها فك الشفرة، ثم يتحول الريسيفر لسندر، والسندر الريسيفر، ويتم عملية اتصال بالفيدباك، وهكذا نقعد رايحين جايين رايحين جايين لغاية لما خلاص نسكت، مش مبقاش في بقى رسالة عايزين نبعتها. يعني في parts of communication process ادي السندر initiates message، بيبعت الرسالة، encoding translating thought to message، أو ده الـ thought أو المعاني أو الأحاسيس بنحولها لرسالة، the message what is communicated الحاجة اللي احنا بنتواصل بيها، ده channel، ده medium، medium يعني وسيلة، media الجمع بتاعها يعني وسائل، فالميديم the message travels through، decoding the receiver's action to making sense of the message، فهم فك الشفرة، the receiver person who gets the message، الريسيفر هو الشخص اللي بياخد الرسالة، والنويز the thing that interfere with the message، الحاجات اللي بتعارك وصول الرسالة، ثم الفيدباك return message regarding the initial communication، يتحول الريسيفر لسندر، والسندر للريسيفر، ويتم عملية اتصال، وهكذا. بس في communication channels عندنا احنا عملية الاتصال بتتم في الشركات بصفة عامة عن طريق حاجتين، عن طريق حاجة اسمها formal channel و informal channel. formal channel الحاجات الرسمية اللي الشركة بتبعت لك، مثلا ايميل ادرس، ايميل سوري ايميل مسج لكل الموظفين بخصوص موضوع معين، نيوزليتر مثلا، اي حاجة ليها حاجة طبع رسمي الشركة تبعتها، والشركة هي اللي بتنشئها، وريليتد للبروفيشنال اكتيفيتيز يعني ليها علاقة بالعمل. اما الانفورمال شانلز بقى هي used to transmit personal social messages in the organization، حاجات بقى بنستخدمها، حاجات غير رسمية بنبعت بيها رسائل لبعضنا احنا كأصحاب جوه العمل. هي خطورة المسج دي اللي هي بتبقى مبنية على الصداقة، إن إحنا ممكن ننقل أسرار العمل بتاعنا من إدارة أخرى، المفروض ما يتنقلش الأسرار العمل، دي حاجة من الحاجات. ممكن إن إحنا ننقل حاجات غلط عن الشركة، معلومات خاطئة عن الشركة، أو إشاعات ممكن نقولها كالهوت، فبالتالي دي خطورة الانفورمال شانلز. فاحنا كمديرين في المستقبل لازم ناخد بالنا كويس قوي من الانفورمال شانلز، عشان ممكن تعمل لنا مشاكل. فانفورمال شانلز وانفورمال شانلز، فورمال شانلز are established by the organization and transmit messages that are related to the professional activities of members. يعني الشركة هي اللي بتعمل الوسائل دي والاتصال، وبتنقل من خلالها الرسائل اللي هي ليها علاقة بالعمل. أما الـ informal channels دي used to transmit personal social messages in the organization، تستخدم في إرسال الرسائل الشخصية والاجتماعية داخل المنظمة. و these informal channels are spontaneous، هذه الطرق أو القنوات الغير رسمية التلقائية، and emerge as a response to individual choices، وبتتولد كاختيار للأفراد اللي هم بيشتغلوا جوه الشركة. عندنا في الاتصال عندنا كذا طريقة في الاتصال جوه الشركة، في حاجة اسمها upward وdownward ولاترال. الأبورد يعني اتصال من تحت لفوق، من موظف للمدير بتاعه، بيتواصلوا مع بعض مثلا في موضوع معين كان المدير عايزه، فبيبعت له ايميل مثلا. طبعا انتوا عارفين ان في الشغل دلوقتي بقت الايميلات هي الطريقه المثلى للتواصل، كل حاجه لازم تبقى دوكيومنتد موثقه، وما فيش حاجه اسمها فيس، في حاجه اسمها الفويس مسجز دول، الحاجات دي لا ما ينفعش، لازم في العمل البروفيشنال بيبل بقى، الناس اللي هم المحترفين، يبقى كل حاجه موثقه مبعوثه في ايميل، عشان ما حدش يقول انا ما فهمتش ولا حاجه، ولا ما جاليش، ولا ما سمعتش، لا كل حاجه تبقى موثقه، لدرجه ان احنا مثلا لما نكون قاعدين نتكلم مع بعض، فروح انا قايل للموظف زميلي قلت معلش ابعت لي بقى ايميل بالكلام ده،
عشان كل حاجه تبقى موثقه. ففي اتصال من تحت لفوق من موظف للمدير بتاعه، واتصال داون وورد من المدير او سواء المدير ده هو السي اي او، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركه تشيف اكزكتيف اوفيسر، لمديرين تحتيه او لموظفين تحتيه. في حاجه اسمها اللاتر اللي هو التواصل على نفس الليفل، يعني فايس بريزدنت اللي هو الفي بي ده بيتواصل مع الفي بي اللي هو نفس الليفل بتاعه على نفس المستوى الوظيفي بتاعه. ده التلات انواع، مفيش غير كده هو التواصل داخل الشركات. الاتصال الشخصي بيتم عن طريق ثلاث حاجات، بيتم عن طريق الاورال كوميونيكيشن. اورال كوميونيكيشن التواصل، انت بتبقى انت قاعد مع حد وبتتواصل معاه شفوي، ده الاورال كوميونيكيشن. الادفانتج ان هو سبيد اند فيدباك بيبقى سريع جدا وبتاخد رد الفعل في ساعتها. الديس ادفانتج بقى ديستورشن اوف ذا مسج، ممكن المسج ما توصلش، ممكن يفهمها غلط، ممكن يحصل اي نويز في النص. فالحاجات لازم تبقى يعني مكتوبه عشان ما يقولش ان هو ما فهمش او انا فهمت غلط. الكلام ده ما ينفعش في العمل. وفي نوع تاني الريتن كوميونيكيشن اللي هو بقى المكتوب، اللي هو زي الايميلات او اللتر اللي بيجي لك او الجواب اللي بيجي لك من زميل ليك في العمل. فده ادفانتج تنجبل اند فيريفايبل، تنجبل يعني ملموس، وفيريفايبل يعني تقدر تتحقق منه. الديس ادفانتج التايم كونسيوم، بياخد وقت عشان ما تعمل عمال ما تبعت الايميل، والفيدباك بتاعه بيبقى موجود الحقيقه، هو مكتوب لاكس فيدباك، يعني ما فيش فيدباك ولا حاجه، او في فيدباك لما يرد عليك بفهم الرساله او برساله ثانيه عن طريق الايميل فور اكزامبل. والنون فيربال كوميونيكيشن الاتصال اللفظي اللي هو عن طريق، عارفين ان الرسائل بتوصل، يقال مثلا ان 30% منها او 25% منها معاني بتوصل، وال 70% او 75% بيبقى ليها علاقه بالبادي لانجوج، اللي بنسميه النون فيربال كوميونيكيشن، الاتصال غير اللفظي اللي هنشوفه كمان شويه في السلايد الثاني. فالادفانتج سبورتس اذر كوميونيكيشنز اند بروفايد اوبزرفبل اكسبريشن اوف ايموشنز اند فيلينجز، بتساعد النون فيربال كوميونيكيشن، الاتصال اللفظي بيساعد يعني وانت بتتكلم بتشاور او بتعمل ايماءات كده اهوت، فده بيبقى كانه جزء من ارسال الرساله، وده الجزء الاكبر في ارسال الرساله اكتر من الكلام، فده بيساعد عمليه الاتصال ان هي تتم. ده الادفانتج بتاعت ديس ادفانتج ميس بيرسبشن بادي لانجوج، يكون تفهم البادي لانجوج غلط، يكون الراجل قصده حاجه معينه وانت فهمتها غلط. فلازم ناخد بالنا من الموضوع ده. في مس بيرسبشن اوف بادي لانجوج اور جيستشرز كان انفلونس ريسيفرز انتربريتيشن اوف مسج. فالمس بيرسبشن يعني الادراك الخاطئ للغه الجسد والايماءات ممكن تؤثر على فهم الريسيفر المستقبل وللرساله. عندنا في النون فيربال كوميونيكيشن في الاتصال غير اللفظي عندنا body movement حركة الجسد، وعندنا ال voice emphasis نبرات الصوت، وعندنا ال facial expressions اللي هو علامات الوجه، وعندنا ال physical distance between sender and receiver المسافة اللي بتبقى بين ال sender وال receiver وهما بيتكلموا. فال body movement طبعا دي حركات جسد بتبقى unconscious يعني غير وعي، ما تقدرش تتحكم فيها، ودي بتؤدي إلى معاني دي في منتهى الأهمية، عشان إحنا بنفهم منها من اللي قدامنا جزء كبير قوي من الرسالة عن طريق حركات جسده وتعبيراته الجسدية، بتؤكد الرسالة وتؤكد المعنى. الفويس أنفاسيس يعني إيه الفويس أنفاسيس؟ يعني أنا ممكن بقول لك صباح الخير ب10 طرق، صباح الخير أنا زهقان، صباح الخير أنا مبسوط ومتفائل، صباح الخير انا ام كيرنج انا. فممكن الفويس تون ده، تون الفويس ممكن يعبر عن الرساله. لما يجي حد مثلا يكلمك، انت بتتكلم مثلا مع حد بالكاستمر سيرفيس يقول لك صباح الخير، ايه يا عم في ايه، انت مالك زهقان ليه، انت بتقول لنفسك هو ماله زهقان ليه وقرفان ايه، ده هيخدمني ازاي ده وهو قرفان وزهقان من الدنيا، غير ما يقول لك صباح الخير يا فندم، معناه ان هو متحمس وعايز يساعدك.
يبقى the way something is said can change meaning، الطريقة اللي هو بيتقال بيها الرسالة بتغير المعنى، كلام مظبوط. ال facial expressions بقى علامات الوجه، ودي من ضمن الحاجات المهمة أوي، تلاقي مثلا الناس اللي هم بيشتغلوا في المخابرات بيعلموهم إن هم يبقوا حاجة اسمها البوكر فيس، يعني ما يبينش على وجهه أي علامات عشان ما نفهمش هل هو متأثر، هل هو زعلان، هل هو مبسوط، هل هو موافق. بالتالي البوكر فيس ده بيتعلمه الكلام ده، ما عندوش أي حاجة تبين ما يشعر به داخليا من خلال علامات الوجه. ده من ضمن الحاجات اللي هم بيتعلموها. أنت غصب عنك وأنت مثلا متهم بيتحقق معاك في جريمة ما، بيبان علامات وجهك إن أنت قلقان، إن أنت بتكذب، إن أنت صادق. المحققين بيتعلموا اللغة الجسدية دي عشان بتساعدهم في الحكم على الأمور. جزء من وصول الرسالة هو شكلك وأنت بتتكلم وعلامات وجهك. وأخيرا المسافة بينك وبين المتحدث، كلما اقتربت المسافة وأنت بتتكلمه كلما ده أدى إن العلاقة في علاقة حميمة. يعني مثلا واحد مع مراته ممكن يبقوا واقفين مع بعض لازقين في بعض خالص، او مع اولاده، لكن ما ينفعش تبقى انت مع المدير بتاعك مقرب منه، لازم تبعد عنه. احنا بنلاقي حتى في البروتوكولات مع رؤساء الجمهوريات تلاقي بيجي يقرب عند مسافه معينه كده بعيده ويمد ايده، المفروض ما يقتربش اكتر من كده، عدم احترام ان هو يقترب قد من كده. فدي كلها تؤدي الى معنى، كلما اقترب الانسان من الشخص اللي بيتكلم معاه كلما أشار ذلك إلى أن العلاقة ما بين الاثنين علاقة حميمة، علاقة متقاربة جدا. وكلما ابتعد الإنسان كلما دل أن العلاقة غير حميمة، وعلاقة مبنية على بروتوكولات معينة وقائمة على احترام متبادل. يعني في الشركات، خصوصا الشركات الصغيرة، يبقى في 3 وسائل للاتصال، في حاجة اسمها التشين، حاجة اسمها الويل، وحاجة اسمها الأول شانلز. التشين دي بتبقى rigidly follow the chain of command. هنفهم يعني ايه chain of command كمان شويه، يعني كل واحد reporting للي فوقيه، بس ما بتوصلش مع حد غيره، زي الرسمه اللي قدام حضراتكم دي اللي انا بعلم عليها بالماوس بالفار. ادي ده reporting لده، وده reporting للمدير الكبير، ده reporting لده، وده reporting لده. فالتواصل بيتم رسمي، انا بتواصل مع المدير بتاعي فقط اللي فوقيه، والمدير اللي فوقيه بيتواصل مع رئيس التنفيذي للشركه، فيتم بطريقة يعني ريجيدلي، يعني بطريقة قوية جدا. وفي حاجة اسمها الويل، يبقى في شخص واحد هو الرئيس وكلنا بنتواصل معاه بس، ما فيش غيره، ما بنتواصلش مع حد تاني. في حاجة اسمها الاول شانل، ان احنا كلنا بنتواصل مع بعضنا، يعني سواء مع الرئيس او مع غير الرئيس كله بيتواصل مع بعضه. هذه الطرق الموجودة في الشركات اللي هي بتدل على التواصل. بعد كده هو في حاجه اسمها الجريب فاين. الجريب فاين دي ببساطه كده يعني معناها الشائعات، هي اسمها عنقود العنب عشان العنقود بتويل وبتمتد من مكان لمكان. هي بتدل ان هي بالعربي ان انتشار الشائعات اللي هي الجريب فاين، واللي هي طبعا دي informal way of sending messages، طريقه غير رسميه، والشركه عاده ما بتتحكمش فيها، دي بتبقى ما بين الافراد اللي هم الموظفين بطرق غير رسميه، ممكن ينقلوا معلومات خاطئه وتوصل ان هي درجه ان هي اشاعات وتعمل مشاكل كتيره جدا اللي جوه الشركه. عشان الشركات لازم تاخد بالها كويس قوي من الموضوع الجريب فاين ده، انتشار شائعات. جراوت within the business، في الانترنال، في two types of internal communication، تواصل داخلي، في الفورمال والانفورمال. احنا قلنا عن الفورمال spread through need letter manuals emails memos staff meetings conferences and official notices. يبقى الفورمال التواصل الرسمي بينتشر عن طريق النيوز لتر، الخطابات، الايميلات، الميموز، ميموز اللي هي يجي لك ميمو كلاوت اللي هو زي بيان بيجي لك من الشركة، ستاف ميتنج، اجتماع موظفين، كونفرنس، مؤتمرات، اند اوفيشال نوتيسز، وحاجات رسمية. ده التواصل الرسمي جوه الشركات. في التواصل غير الرسمي بقى اللي هو occurred through الجريب فاين، اللي هو بيتم عن طريق الجريب فاين دي اللي هو عنقود العنب، اللي هو بيبقى عن طريق حاجة اسمها الورد اوف ماوث، الكلام بينتقل من شخص لشخص. مشكلة الكلام ده ان الكلام ده ممكن ما يكونش فيه صدق، يكون فيه جزء من الصدق، وهو لازم يكون فيه جزء من الصدق عشان حتى يصدقه الآخرين.
أو يصدقه الآخرون، لكن خطورته إنه إحنا ممكن ننشر إشاعة، سي مثلا إن حد نشر إشاعة إن الشركة هتتباع، فتلاقي الموظفين كلهم بيقولوا الكلام ده، وابتدوا بيقولوا لنفسهم الشركة لما تتباع هيتخلصوا مننا، وهنشتغل إزاي وهنعيش إزاي ومش هنجد فرصة تانية. فده كل ده يؤدي إن الموظفين بدل ما يكونوا مركزين 100% في العمل وفي الأداء الجيد، يبقوا مشتتين وما بيشتغلوش وادائهم يتاثر. واحنا قلنا ان الهدف بتاع الاو بي الاساسي ان هو الاداء، فالمدير لازم ياخد باله من الموضوع ده. لما يكون في انتشار شائعات لازم يطلع ويتكلم على طول مع الناس ويصد هذه الهجمه بتاعت الشائعات، عشان هدفه المدير احنا قلنا ان هو ان الموظفين كلهم يشتغلوا بالاعلى كاباسيتي بتاعتهم عشان الاداء يبقى عالي. دي حاجات بتعرقل الاداء داخل الشركات، والمدير الشاطر لازم ياخد باله من الموضوع ده. خصائص الجريب فاين دي الشائعات: انفورمال، نوت كنترول باي المانجمنت، حاجه غير رسميه غير مسيطر عليها من قبل المنظمه، بيرسيفد باي موست بيبل از بينج مور بليفبل اند ريلايبل ذان فورمال كوميونيكيشن، بتدرك عن طريق معظم الناس ان هي وسيله اكثر او طريقه اكثر تصديقا، ونعتمد عليها اكثر حتى من الحاجات الرسميه بتاعت الشركه، عشان اللي بيقولها لك صحابك اللي انت بتثق فيهم، دي المشكله الاساسيه. وعاده بتستخدم larger use to serve the interests of those who use it، تستخدم يعني لاستخدامها لمصلحه الناس اللي هم بيستخدموها، وده بت بت ودي بت يعني results from بتنتج عن desire for information about important situations، الرغبه في الوصول للمعلومات عن طريق حاجات يعني معلومات مهمة أنت عايز توصل لها، ومفيش تشانل رسمي بيقول لك عن المعلومات دي، غموض الموضوع والقلق بتاع الناس. فبالتالي التلات حاجات دي تخلي الشائعات تنتشر. يعني في موضوع مثلا معين سمعنا إن الشركة هتتباع، فالشركة ما بتطلعش حد متحدث رسمي باسم الشركة وبيفهمنا اللي بيحصل إيه، فتنتشر الشائعات في الوقت ده لغموض الأخبار، غموض الأخبار وأهمية الأخبار، وإن الموضوع فيه نوع من القلق بالنسبة للموظفين. الثلاث كونديشنز دول، الثلاث شروط دول يؤدوا إلى انتشار الأشعة. طب المفروض إحنا نعمل إحنا إيه بقى كمديرين شاطرين عشان نقطع من دابر الإشاعات، والإشاعات دي ما تؤثرش فينا ولا تنتشر؟ أول حاجة announces timetable for making important decisions، لازم على طول نتدخل التدخل السريع زي ما بنقول، ون announce ونحط ونعلن مواعيد معينة هنقول فيها القرارات الهامة. الحاجة الثانية explain decisions and behaviors that may appear inconsistent or secretive، لازم نشرح الموضوعات والقرارات التي تبدو فيها نوع من السرية، ولازم على طول نطلع نتكلم ونقول للناس ايه الموضوع ونقول الحقيقة. هي مشكلة الإشاعات إن هي اللي بينقلها يبقى شخص أنا بثق فيه، شخص صديق ليا فأنا بثق فيه، وكمان الشائعات بتحمل جزء من الصدق. يعني لو شائعة كلها كذب محدش بيصدقها، لكن بتحمل جزء من الصدق، فبالتالي بتبقى بترقى ان هي تكون الحقيقه والناس بتصدقها. فلازم انا كمدير اخد بالي من الموضوع ده، اطلع على طول اتكلم، اقول اول باول الاخبار، على طول اقول للناس يا جماعه الشركه فعلا هتتباع، لكن احنا واخدين قرارات الاتيه ان مفيش موظف هيمشي، ده بالعكس الموظفين اداء الموظفين هيبقى حالتهم هتبقى افضل عشان الشركه اللي جايه مرتباتها اعلى، فمعظم الموظفين مرتباتهم هتبقى اعلى، هيحصل ترقيات عشان في اماكن هتبقى فاضيه، الشركه هتكبر، وعشان عشان تدخل في كيان كبير فالشركه هتكبر، وفي خطط مستقبليه هيكبر الشركه وهنزود العماله. لازم يطلع يتكلم مع الموظفين، ما يسيبش الموظفين كده لوحدهم كلهم قاعدين ينشروا شائعات. آخر جزء في الجزء الأولاني barriers to effective communication، إيه العوارض أو العوائق التي تؤدي إلى عدم وصول الرسالة؟ الحقيقة في مجموعة من العوائق التي تمنع
وصول الرسالة. أول حاجة اسمها الفلترينج. الفلترينج يعني إيه؟ يعني أنت يبقى عندك موضوع موضوع من المعلومات عايز تبعتها للمدير بتاعك، لكن في موضوع منهم في مشاكل فتحجب عنه المعلومة دي، تبعت له بس المعلومات اللي هي الإيجابية، هو هيشجعك عليها وهيبريز يو عليها، هيمدحك عليها. يبقى الفلترينج أنت بتعمل بتفلتر، زي بالعربي بالفلتر، بتفلتر الرسالة، بتبعت الجزء اللي أنت عايزه والجزء التاني أنت ما بتبعتوش. ده يؤدي لإيه؟ إن الرسالة ما توصلش مظبوطة، توصل ناقصة، فطبعا ده يعمل لنا مشكلة. فبالتالي filtering is the distortion of withholding or withholding حجب of information to manage a person's reaction. An example of filtering includes managers keeping divisions negative sales figures from a superior. بالتالي مثلا من كده هو تلاقي مدير ما مثلا تلاقيه بيحجب معلومات معينة عن نتائج سلبية بتاعت مبيعات عن المدير بتاعه اللي هو الأعلى منه. فطبعا دي أول حاجة بالنسبة للباريرز تو افكتيف كوميونيكيشن. تاني حاجة حاجة اسمها سيلكتيف بيرسبشن. أنت لما تبقى مهتم بموضوع ما بتلاقي نفسك وأنت بتوصل لك رسالة بتركز على الموضوع ده وبتسيب حاجات تانية. بتلاقي مثلا رسالة مبعوت لك إيميل مبعوت لك مثلا فيه 10 حاجات، أنت مهتم ب4 حاجات، فتلاقيك ركزت ال4 حاجات وما خدتش بالك من 6 حاجات عشان أنت سيلكتيفلي based on your perception. فأنت اسمه selective perception refers to filtering what we see and hear to suit our own needs. The process is often unconscious, غير وعي، أنت بتعملها بغير وعي. We pick up and choose according to our needs. إحنا بنختار طبقا لاحتياجاتنا. فتلاقي رسالة زي ما بقول لحضرتك مبعوتة فيها 10 نقاط، أنت اهتمامك أنت كان بـ4 بس، فما شفتش إلا الـ4 والـ6 نقاط التانيين ما وصلولكش. فده من ضمن المشاكل او عوائق وصول الرساله. العائق الثالث حاجه بنسميها انفورميشن اوفرلود. يعني ايه انفورميشن اوفرلود؟ يعني حضرتك بيبقى من كتر ما عندك شغل وبيجي لك معلومات كتير قوي من اطراف مختلفه، بتدلدق كده زي ما يكون الكوبايه مليانه وخلاص ابتدت تتملي على الاخر، فابتدت تدلدق الميه بره الكوبايه زي ما بنقول بالعربي. فبالتالي خلاص انت عندك انفورميشن اوفرلود. انت يور كاباسيتي قدراتك الذهنيه ان انت توصل لك مثلا، تقدر تستحمل ان انت يوصل لك في اليوم مثلا 50 رساله. اكتر من 50 رساله خلاص انت بتهنج والرسائل ما بتوصلكش، وكل ده بيؤدي الى اعاقه وصول الرسائل، خصوصا الموظفين هم عندهم ضغط عمل. في بعض الموظفين بيبقى عندهم ضغط عمل وعندهم شغل كتير جدا، فمن كتر الشغل ما بيقدرش ان هو يفهم رسائل او في رسائل بتقع منه. كده بنقول المسجز ريتش اس ان كاونتلس ويز افري داي. كل يوم بيجي لنا رسائل كتير جدا، كاونتلس، لا ليس يعني ما تقدرش تعدها، ما تقدرش تعدها من كتر ما هي كتيره. Adding these together and it's easy to see how we may be receiving more information than we can take. لما نحطهم مع بعض نتخيل ان احنا بيجي لنا رسائل اكتر من اللي احنا ممكن ان احنا نقدر نوصل لها. This state of imbalance known as information overload. هذه المشكلة بتعرف بحاجة اسمها information overload اللي هو الاوفرلود بتاع المعلومات. اوفرلود يعني كم اكتر من اللي انت تستطيع ان انت تستقبله. واللي هو when the information processing demands an enormous time to perform interaction exceed the capacity of time available for such processing. يعني ان انت من كتر ما الرسائل بتجيلك كتير قوي انت ما بقتش قادر ان انت تفهم الرسائل دي، ففي رسائل بتقع منك، وده ده يكون عائق من عوائق وصول الرسائل. يبقى احنا عندنا الفلترنج والبرسبشن والاوفرلود. الفلترنج اللي انت بتختار الرسائل وتسيب رسائل، البرسبشن اللي هو حسب حاجه unconscious حاجه غير شعوريه بتختار الرسائل اللي هي فيها انترست ليك وتسيب رسائل تانيه. والحاجه الثالثه الانفورميشن اوفرلود، لما الانفورميشن تبقى معلومات تبقى اقصر من احتياج من قدراتك على التعامل معاها، فبالتالي يحصل ان في رسائل بتجيلك وانت ما بتقدرش تفهمها وما بتقدرش انت تستوعبها. الحاجة الرابعة الايموشنال ديسكونكشن، لما تبقى حضرتك مثلا حالتك المزاجية أو حالتك الذهنية سيئة، بالتالي ممكن تتعرض للرسائل مالك إن عشان حالتك سيئة فما بتاخدش بالك منها أو ما بتقراهاش.
او تقول ايه بعد شويه ده معقول انت بعت لي الكلام ده، ما انا بعت لك رساله انت ما قريتهاش، قريتها بس ما خدتش بالي. انت ما خدتش بالك ليه حضرتك او حضرتك؟ عشان انت ايموشنالي ديسكونكتد، انت من الناحيه العاطفيه انت منفصل، وبالتالي الرسائل بتجي لك وانت ما بتاخدش بالك منها. ودي بتحصل كتير جدا معانا كلنا، لما الواحد يبقى في حاجه مضايقاه فبالتالي يقرا الرساله ويوقع تلات ارباعها ويستوعب ربع بس، عشان هو ايموشنلي ديسكونكتد. فان effective communication requires a sender and receiver who are open to speaking and listening to be to one another despite possible difference in opinions and personality. One or both parties have to put their emotions aside. عشان كده بيتقال انت لازم تحط your emotions aside، انت بقى كمدير لازم تحط يعني الحاجات اللي بتضايقك دي ما تأثرش عليك، عشان لازم تبقى عارف ان ده انت كمدير للاسف مش من حقك ان انت تزعل ولا تغضب، عشان انت لما تزعل او تغضب بتحصل لك ايموشنال ديسكونكشن، يعني انفصال عاطفي، ممكن تاخد قرارات خاطئه. فبالتالي ممكن تاخد بالك كويس قوي ان انت المفروض ما تغضبش وتمسك اعصابك دايما. طبعا العائق الخامس هو اللانجوج، واللغه هنا هو هي سواء ان انت بيبعت لك رساله مثلا باللغه الانجليزيه. يعني انا مثلا اخر عمل اشتغلت فيه من 10 سنين كموظف يعني قبل ما ابقى استاذ جامعه، كان الايميلات بتاعتي انا متعود ان انا ابعتها باللغه الانجليزيه عشان اسرع في الكتابه بالنسبه لي، اللغه العربيه بتبقى بطيئه جدا بالنسبه لي. فالموظفين اللي كانوا معايا كان الانجليزي بتاعهم ضعيف جدا، فدايما كان عندنا مشكله في الفهم في الرسائل عشان في بارير لللانجوج. فبالتالي اضطريت ان انا اتعلم كتابه اللغه العربيه، وبقيت الى حد ما طبعا باخد وقت، يعني بدل ما باخد مثلا ابعت الايميل في 5 دقائق ببعته في ربع ساعه، بس مفيش حل الا كالهوت عشان الناس تبقى فاهمه الرسائل بتاعتي، خصوصا لما بكون ببعت معلومات في منتهى الاهميه ولازم الشخص الاخر يستوعبها ويفهمها كويس جدا. مش بس كالهوت، ممكن اللغه كمان يكون مثلا حد بيتكلم بسرعه زي حالاتي كالهوت، ففي كلمات بنطقها بسرعه فالناس ما بتفهمهاش، او بتكلم عندي عيوب في الكلام باكل الحروف او في حروف بنطقها غلط، كل ده بيبقى بارير لوصول الرساله. بس احنا كده خلصنا الجزء الاولاني اللي هو الاتصال، قلنا يعني ايه اتصال وانواع الاتصال الرسميه وغير الرسميه وايه الباريرز الحاجات، وكلمة على جرابفاين اللي هو الورد اوف ماوث اللي هو انتشار الاشاعات، وقلنا ليه الاشاعات بتنتشر وازاي انا اخد بالي انا كمدير بقى محترف ازاي انا امنع وصول الاشاعات عن طريق ان انا بتواصل مع الناس على طول. ثم في الجزء الاخراني اتكلمنا عن الباريرز العوائق لوصول الرسائل، وقلنا ان العوائق عوائق مختلفه الحقيقه، زي اللانجوج زي الايموشنال ديسكونكشن زي الفلترنج، عوائق مختلفه بتؤدي الى عدم انتشار الرساله. الكلام بعد كده في موضوع لطيف قوي الا هو الاستراكشر بتاع الشركات، استراكشر الهيكل التنظيمي، يعني مين ريبورتنج لمين، مين مدير مين. الحقيقه الموضوع ده في منتهى الاهميه، عشان كده دايما يعني الشركات لما بتيجي تتطور تعمل حاجه اسمها دي ستراكشرنج، اعاده هيكله الشركه. فبالتالي الهيكله دي بتؤدي ان ليها علاقه بالاداء، ليها علاقه بالاداء. الحقيقه احنا قلنا الهدف بتاعنا الاسمى هو الاداء، فهي ليها علاقة بالأداء، إن هي ممكن تكون معرقلة للأداء الجيد وممكن تكون محفزة للأداء الجيد. فإحنا بنغير الاستراكشر بتاعنا من وقت لوقت عشان بهدف إن إحنا نخلي أدائنا أكثر فاعلية وأداء أفضل، performance better performance better results better نتائج كويسة، effective performance زي ما بنقوله، يعني نتائج فعالة أو أداء فعال. فاحنا بنستخدم الاستراكشر للموضوع ده، كل حاجه بندرسها في الاو بي مع بعض هدفها هو ان الاداء يبقى افضل. وزي ما قلت لحضراتكم قبل كده اهوت، ودايما بقرر ان تطور الدول بيبدا باداء الفرد في الشركه وانتاجيته تكون كبيره، ثم انتاجيه المجموعه والاداره، ثم انتاجيه الشركه ككل، ثم انتاجيه الدوله اللي هو الناتج القومي اللي هي بنسميه جي دي بي اللي هو جروس دومستيك برودكتس. الناس اللي زمايلنا بتوع الاقتصاد بيعلمونا الكلام ده. فبالتالي الدوله تبقى في مصاف الدول المتقدمه اقتصاديا،
وده ينعم، ده بيرجع مرجوع ايجابي على شعبها، فتلاقي نصيب الفرد من الناتج القومي يبقى نصيب كويس، وتلاقي ان مرتبه السنوي مستوى عالي، فيعيش حياة مرفهة ويعيش حياة أفضل، غير لما تكون دولة اقتصاديا مش منتجة عشان إنتاجية الفرد بتاعها إنتاجية ضعيفة. فبالتالي إحنا بنقول إن إحنا بنستخدم الاستراكشر، الهيكل التنظيمي للشركات، بنستخدمه عشان نطور، عشان نطور من أداء الشركة ونخلي البرفورمانس بتاعها إلى حد كبير إيه أفضل. يعني إيه organization structure؟ يعني how job tasks are formally divided, grouped and coordinated. Managers need to address six key elements when they design their organization structure. يعني إيه بقى؟ يعني how job tasks are formally divided. إزاي الوظائف أو المهام الوظيفية بتقسم بطريقة رسمية، grouped وتتحط في مجموعات، و coordinated ويحصل فيها تنسيق. Managers need to address six key elements. المديرين، احنا بنتكلم عن OB، فدي دي مادة مديرين زي ما اتفقنا في الأول. فالمديرين لازم ياخدوا بالهم من 6 حاجات وهم بيعملوا الاستراكشر بتاع الشركة، هيكل التنظيم. احنا قلنا الهيكل التنظيمي نستخدمه عشان نطور من الأداء الشركة ونساعد الشركة إن هي to better perform، انها تؤدي الى اداء افضل. في 6 حاجات بناخد بالنا منهم كمديرين واحنا بنعمل الاستراكشر بتاع الشركه، الهيكل التنظيمي للمكان. الهيكل التنظيمي ببساطه يعني مين مدير على مين. تلاقي فوق كده خالص السي اي او اللي هو بنسميه التشيف اكزيكتيف اوفيسر، اللي هو الرئيس التنفيذي والعضو وعضو مجلس اداره المنتدب من قبل مجلس اداره لاداره الشركه. تحتيه ليفل اولاني اسمه دايركتورز، المفروض كده الشركات بتبقى كده هو معظمها، اللي هم رؤساء القطاعات. تحت رؤساء القطاعات مديرين ادارات، اداره وسطى، ثم تحتهم سوبرفايزرز مشرفين، ثم تحتهم موظفين. دي ببساطه شكل هيكل تنظيمي لشركه متوسطه الحجم. طبعا في هياكل بتبقى اكبر من كده بكتير قوي، بتبقى فيها لايرز، لايرز يعني طبقات اكتر من كده هوت واوسع من كده اهوت، حسب قوه الشركه وكبرها. لما الشركه يكون قوامها مثلا 1000 موظف، اكيد الهيكل التنظيمي بتاعها هيبقى اكثر عمقا واكثر اتساعا عن شركه مثلا فيها 100 موظف او 150 موظف. ايه هي الـ6 elements اللي المديرين لازم ياخدوا بالهم منها وهم بيعملوا بيصمموا الهيكل التنظيمي او الهيكل الاداري للشركات؟ اول حاجه، حاجه اسمها الورك سبيشاليزيشن، تخصص العمل. حاجه اسمها ديبارتمنتاليزيشن، الوضع الوظائف المختلفه في ادارات. حاجه اسمها تشين اوف كوماند هنتكلم عنها. حاجه اسمها سبان اوف كنترول. حاجه اسمها سنتراليزيشن او ديسنتراليزيشن. حاجه اخيره اسمها الفورماليزيشن او ستاندراليزيشن. الحاجه الاولانيه هي الورك سبيشاليزيشن. يعني انت يعني ايه ورك سبيشاليزيشن؟ يعني الوظائف اللي هي فيها تخصص شبه بعضها المفروض تكون في مكان واحد. يعني مثلا وظيفه المحاسبين ده بيشتغل حاجه اسمها اكونت ريسيفبل، وده حاجه اسمها اكونت بيبل، ده مسؤول عن الحاجات اللي بتدفع للشركات اللي هي الخارجيه، ده الاكونت بيبل. والاكونت ريسيفبل هو ده اللي بيحصل ديون الشركه مثلا او استحقاقات الشركه، فده وظيفه معينه وده وظيفه معينه. المهم الوظائف دي كلها تتحط في او المهام دي تتحط في وظائف، هذه الكلمه صح، المهام المختلفه دي تتحط في وظائف. فده the degree to which tasks in the organization are subdivided into separate jobs، اللي هي الدرجة إن المهام المختلفة بتتحط في صورة وظائف. وده بيساعد على الـ إن الـ إن الـ إن هذا التقسيم يساعد على إيه؟ makes efficient use of employees skills، يساعد إن إحنا نستخدم مهارات الموظفين، increasing employee skills through repetition،
بيساعد كمان ان انت مهارات الموظف بتثقل، عشان انت من خلال ان هو بيكرر اداء المهمه بتاعته. وسبيشالايزد تريننج از مور افيشنت، ولما بيحتاج ان هو ياخد تدريب معين متخصص ده بيخليه اكثر فعاليه. واخيرا allows use of specialized equipment، بتساعد على استخدام ادوات متخصصه. يعني في الاخر خالص المهم في الموضوع ده ان المهام نفسها، المهام المختلفه بنحطها في صوره وظائف مختلفه. في حاجه اسمها الديبارتمنتاليزيشن، هي ان انت تحط المهام او الوظائف اللي شبه بعضها تحطها في ادارات. يعني الاكونت ريسيفبل والاكونت بيبل دول ممكن نحطهم مع بعض في اداره الاداره الماليه، وموظف المبيعات والماركتير وممكن نحطهم مع بعض في إدارة تانية اللي هي المبيعات والتسويق. فبالتالي الجوبس are grouped together، بتتحط مع بعض في مجموعات. وعندنا أشكال مختلفة للديبارتمنتاليزيشن، اللي هي الوضع الوظائف المختلفة في مع بعضهم في شكل إدارات. فعندنا أول نوع من الشكل ده حاجة اسمها الفانكشنال ديبارتمنتس، اللي احنا بنحط الوظائف في إدارات فانكشنال، زي ما كنت بقول لحضراتكم بقى عندنا إدارة مالية وإدارة مبيعات وإدارة تسويق وإدارة لوجستيات وإدارة أوبريشنز عمليات وإدارة اتش ار موارد بشرية، اللي هي الإدارة اللي زي ما قلت لحضراتكم قبل كده مختصة بالتعيينات وبالمرتبات وبالتدريب. فدي كلها إدارات جوه الشركة بنحطها مع بعضها، بنسميها functional departmentalization، اللي هي grouping activities by functions performed. فتلاقي كل الإدارات مثلا محطوطة مع بعضها في وظائف معينة. في نحط نقسم الوظائف عن طريق البرودكت، product يعني نقول مثلا أنا عندي مثلا product اسمه A، فبرودكت إيه ده تحتيه موظفين، فأنا بقسم الهيكل التنظيمي بتاعي بيزد على المنتجات. فمنتج اسمه مثلا زي مثلا منتج اسمه منتج الشركة بتنتج عدة منتجات، منها منتج هو المية، تنتج مية، فبالتالي المية دي بيبقى ليها هيكل تنظيمي خاص بيها لوحدها، بنسميها grouping activities by product line بخط الإنتاج. Tasks can also be grouped according to the specific product or service, thus placing all activities related to the product or service under one manager. يجيب مدير معين نخليه هو مسؤول عن خط الإنتاج ده أو عن البرودكت ده، product manager نسميه، وتحتيه موظفين بيسيرفوا بيساعدوا أو بيخدموا في المنتج ده. في كمان تقسيم، إحنا كان عندنا تقسيم بالإدارة، تقسيم بالمنتج، تقسيم التالت بالعميل. تلاقي مثلا كبار العملاء ليهم مدير، وتحت المدير ده في موظفين مختلفين. في النوع الرابع التقسيم الجغرافي، تلاقي مثلا يقول لك مثلا انا مثلا مدير رئيس قطاع المبيعات للمملكه، تحتي مدير مبيعات العاصمه الرياض مثلا، ومدير مبيعات جده، ومدير مبيعات المدينه، مدير مبيعات مكه. ده بيبقى بتتقسم بالناحيه الجغرافيه كويس. وفي الديفيجنال، الديفيجنال زي البرودكت بالظبط في نفس الموضوع، لما يكون البيزنس عنده لاينز مختلفه، زي ما اديتكم مثال الميه، فعنده لاين بتاع ميه، فهي نفس الموضوع كانها بالظبط اللي هي الباي برودكت. وبعد كده هوت يبقى هي التقسيمات كده، فالتقسيمات الديبارتمنتاليزيشن هي the basis by which jobs are grouped together، هي الطرق اللي من خلالها الوظائف بتتحط مع بعضها وبتنقسم لكذا حاجة. أول حاجة الـ functional by function، فتلاقي الإدارة المالية لوحدها وإدارة المبيعات لوحدها وإدارة التسويق لوحدها. by product بالمنتج، بتلاقي منتج اسمه مثلا مية تحتيه الستراكشر بتاعه. بالكاستمر كبار العملاء أو تقسيم للعملاء، دي بطريقة
بالطريقة الجغرافية، تقسيم العملاء طبقا للمنطقة اللي بيتبعوها، المنطقة السكنية اللي بيتبعوها. ثم الديفيجنال، ديفيجنال يعني ديفيجن يعني خط إنتاج أو نيو بزنس لاين، زي بالظبط بيعتبر زي البرودكت بالظبط. بعد كده في حاجة اسمها تشين أوف كوماند. التشين أوف كوماند دي حاجة مهمة جدا في الشركات الحقيقة. ودي اللي بتورينا مين مدير على مين، والحاجة دي في منتهى الأهمية في تقدم الشركات. ساعات بيبقى أنا عندي حاجة اسمها أكتر من مدير، يعني بيبقى أنا ريبورتنج لأكتر من مدير، دي بتعمل مشاكل كتير، والموظف مبقاش عارف يشتغل عشان مش عارف ياخد أوامره من مين بس. أو أحيانا بيبقى حاجة اسمها دبل ريبورتنج، فدي بتحصل. بتلاقي مثلا في الديفيجنال اللي احنا قلناه من شويه، اللي هو تقسيم العملاء بالديفيجن او بالبرودكت لاين، تلاقي مثلا مدير مالي للبرودكت ده فريبورتنج للبرودكت مانجر، وفي نفس الوقت ريبورتنج للمدير الريسك بتاع المالي بتاع الشركه، دبل ريبورتنج بنسميها، فبتعمل مشاكل. فالاثار فالتشين اوف كوماند هي تعريفها the unbroken line of authority that extends from the top of the organization to the lowest level and clarifies who reports to whom. هو الخط غير المقطوع من السلطة، اللي بيبدأ من أعلى نقطة في المنظمة إلى أوطى نقطة، وبيوضح مين مدير على مين. هو ده التعريف بتاع الـ chain of command. زي ما بقول لحضراتكم، الموضوع في منتهى الأهمية. الـ chain of command ده بيورينا مين مدير مين ومين مسؤول على مين، وبنشتغل احنا على الكلام ده كتير جدا. في حاجه بعد كده اسمها السبان اوف كنترول. سبان اوف كنترول دي من ضمن برضه الحاجات المهمه جدا في الاداره. يعني ايه سبان اوف كنترول؟ يعني قدره المدير ان هو يبقى عنده تحتيه كام مدير. ف يعني انا المفروض العرف بيقول ايه، أو الناس البروفيشنال بتقول لي المفروض أنا كمدير يبقى تحتية مباشرة مش أكتر من 8 أو من 8 ل 10 ماكسيموم. فكل ما كان العدد طبعا معقول، كل ما أقدر أنا أتواصل مع الناس كلها وأقدر أشرف. في إدارات بتبقى إدارات معقدة جدا، تلاقي تحتيه مثلا 15 واحد مدير، فتلاقي هو في شركة كبيرة مثلا فيها آلاف الموظفين، فتحتيه عدد كبير أوي من الإدارات. بيحصل الكلام ده كله طبعا، كل ما قل الادارات كل ما سهل الشغل كان اسهل. هنشوف مثلا رؤساء مجلس الوزراء، تلاقي تحتيه مليون مليون قطاع ومليون اداره، او رؤساء الجمهوريه تلاقيهم تحتيه مليون حاجه. فبالتالي ونفس الحكايه في الشركات برضو، تلاقي مدير العام تحتيه حاجات كتير جدا، فده بتعرقل من ادائه. فده نمبر سبان اوف كنترول، يعني ذا نمبر اوف سب اوردينتس a manager can efficiently and effectively direct. هي عدد السب اوردينس اللي هم الموظفين اللي تحتيك، اللي انت تقدر كمدير ان انت توجه بطريقه فعاله. طبعا وايد ريسبونس مانجمنت انكريز اورجانيزيشن افشنسي اند ليدز تو، لما يكون السبان ده عريض، يعني تحتيك 8 9 10، ده بيؤدي طبعا، ده بيبقى يعني في بعض المنظمات بيبقى افضل، عشان بيؤدي الى اتخاذ القرارات بطريقه اسرع، بدل ما يكون في لايرز كتيره قوي. وده بي allow الكومباني تو سبند مور كويكلي تو بزنس ايشو، ان هو بيساعد الشركه ان هي تتفاعل سريعا مع الامور المختلفه الخاصه بيها. Better and more frequent communication between higher level managers and staffers so the staff is more knowledgeable about company's goals and the higher. وده برضه بتساعد ان يبقى في العلاقة سريعة ما بين المدير والموظفين بتوعه، وبتقلل كمان من الكوست، بدل ما نحط كتير قوي layers طبقات. لما تبقى طبقة عريضة دي، يعني انا مدير تحتية 10 وكل واحد تحتيه 15 من ال10 دول، وال 15 تحتيهم كل واحد تحتيه 30 وهكذا، بس هي كده اللايرز دي، فهم 4 لايرز. فده يؤدي ان الكوست يبقى قليل، عشان انا مش محتاج ان انا اعين مديرين كتير، فده يقلل لي الكوست.
النيرو بقى سبان، السبان الضيق اللي هو يبقى مثلا مدير تحتيه 5 بس، ده بيؤدي الى ان اكسبنسز تبقى اعلى، عشان انت بتضيف طبقات كتير والستراكشر بيبقى طويل جدا وفيه طبقات كتير قوي، فيبقى فيري كومبليكيتد. وكمان بيشجع ان هي مبقاش فيه ديليجيشن، يعني ديليجيشن دي كلمه احنا بنستخدمها في المانجمنت، يعني تفويض الناس ان هم يشتغلوا، فالديليجيشن بيقل، كل واحد مدير تحتيه بس عدد قليل، فمركز معاهم وقافل الدنيا خالص. في بقى كده حاجه بناخد بالنا منها برضو، ان احنا هل عايزين النظام الشركه يبقى سنترلايز، يعني في مركزيه ولا دي سنترلايز ولا لا مركزيه. الاستراكشر هو اللي بيقول لنا الكلام ده. centralization يعني the degree to which decision making is concentrated at a single point in the organization. centralization اللي هو المركزية، يعني درجة إن القرارات بتبقى محطوطة في عند واحد بس جوه المنظمة، أو decentralization the degree to which decision making spread throughout the organization، اتخاذ القرارات بتبقى منتشرة في الهيكل التنظيمي. ده الاستراكشر بيقول الكلام ده. أنا لما أحط مدير مثلا، هو مدير مثلا رئيس قطاع المالي، واحطه في استراكشر معينه ما توحيش او ما تساعدش غيره ان هو ياخد قرارات، فدي تبقى سنترلايزد، غير لما يبقى موزع المهام على مديرين مختلفين، فبالتالي ده يؤدي الى ديسنترلايزيشن. اخر حاجه خالص نتكلم عليها النهارده في المحاضره، حاجه اسمها الفورماليزيشن. الفورماليزيشن يعني ان كل الوظائف تبقى حاجه، تبقى ستاندرلايزد، تبقى كلها يعني طبقا لمعايير محدده مظبوطه، طبقا لمعايير ومنضبطه. الفورماليزيشن ريفيرز تو ذا ديجري تو ويتش جوبز within the organization are standardized. زي ما كنت بقول لحضراتكم ان الجوبس كلها جوه الشركه تبقى ستاندرلايز، يعني تتبع معايير معينه. نقرا مع بعض الجزء ده. Formalization in organizational structure is a process in which managers specify and routing procedure rules and responsibilities of their individual employees. يعني ان ال formalization في المنظمات عباره عن قيام المديرين بكتابه القوانين والاسس والمسؤوليات الخاصة بكل موظف وكل يونت وكل مجموعة وكل فريق والمنظمة ككل. ده بيؤدي في الآخر خالص إن الشركة تبقى شركة منظمة بالظبط كده هوت، وإن كل حاجة فيها تبقى منظمة، وده بيساعد على الأداء. احنا قلنا برضه إن الاستراكشر بيستخدم إن احنا نستخدمه ان الاداء يبقى افضل. عشان كده الجزء الاخراني خالص بيقول employees can be expected always to handle the same input in exactly the same way resulting in a consistent and uniform output. يعني الموظفين دايما متوقع منهم ان هم يهندلوا او يتولوا المهام بتاعتهم بنفس الطريقه المتفق عليها، وده يؤدي في الاخر خالص للنتائج. طبعا احنا قلنا ان كل حاجه بقت ستاندرلايزد، بقى ليها نظم واسس، الوظائف كلها ليها نظم واسس، فكل ده يؤدي للنتائج كلها بتبقى نتائج متوقعه ونتائج مبنيه على الاسس وعلى النظم اللي احنا حطيناها. يبقى احنا كده اتكلمنا على انها على الاستراكشر، وقلنا ان الاستراكشر هو ازاي التاسكس المهام بتتقسم بطريقه رسميه وتتحط في مجاميع معينه، وان احنا لازم ناخد بالنا من 6 حاجات اساسيه واحنا بنضع الاستراكشر الهيكل التنظيمي للشركه. حاجه اسمها الورك سبيشاليزيشن، هو ان التاسك تتحط في وظائف، المهام تتحط في وظائف. الديبارتمنتاليزيشن ان المهام تتحط في ادارات مختلفه. التشين اوف كوماند، ألا وهو الـ unbroken line مين reporting لمين، الـ span of control
عدد الناس اللي كل واحد مسؤول عنهم كمدير ريبورتنج لي، السنتراليزيشن والديسنتراليزيشن المركزيه واللا مركزيه في اتخاذ القرارات، وازاي انا الاستراكشر ده بيساعدني ان انا ابقى لا مركزي او مركزي، واخيرا الفورماليزيشن هو ان انت كل الوظائف تحطها في ستاندردز وتبقى ستاندرلايزد، تبقى مبنيه على قوانين وعلى اسس وكل حاجه منظمه جوه الشركه، فبتلاقي النتائج اللي بتطلع بتبقى متوقعه مبنيه على الاسس وعلى النظم. يبقى احنا النهارده كده اتكلمنا على حاجتين، الكوميونيكيشن، وقلنا ان الكوميونيكيشن دي عمليه مهمه جدا في الاتصال او في التواصل داخل المنظمه. عندنا الفورمال كوميونيكيشن والانفورمال كوميونيكيشن، الرسمي وغير الرسمي. الرسمي الشركه اللي بتعمله، غير الرسمي بيطلع بطريقه تلقائيه ما بين الموظفين زي الصداقات بتاعت الموظفين. واتكلمنا على نظريه الاتصال اللي هي الانكودنج والديكودنج والسندر والريسيفر والفيدباك والمسج والنويز. اتكلمنا كمان عن انواع الاتصال داخل الشركه، الفيربال والنون فيربال، الشفوي وغير الشفوي. اتكلمنا على الجريب فاين، انتشار الشائعات وازاي احنا نوقف انتشار الشائعات، احنا كمديرين محترفين نوقفها ازاي عن طريق ان احنا نمد الناس على طول بمعلومات اول باول. واتكلمنا عن الباريرز تو تشينج، الحاجات التي بتعوق الاتصال زي الايموشنالي ديسكونكتد، زي الماس اللانجوج. واخيرا اتكلمنا عن الاستراكشر، وقلنا الاستراكشر ده ازاي المهام تتقسم وتتحط في مجاميع مختلفة، وقلنا ان في 6 حاجات لازم ناخد بالنا منها واحنا بنعمل الاستراكشر. الحاجة الأولانية الورك سبيشاليزيشن، التخصص، الوظائف تتحط في جروبات أو في إدارات، أو الوظائف تتحط، المهام أنا آسف، تتحط في وظائف، ده اللي هو الورك سبيشاليزيشن. وفي الديبارتمنتاليزيشن كله يتحط في ادارات حسب، وقلنا ان هي باي برودكت او باي كاستمر او باي فانكشن او باي ديفيجن. وقلنا السبان اوف كنترول، ان هو التشين اوف كوماند الاول اللي هو مين ريبورتنج لمين، السبان اوف كنترول عدد الناس اللي ريبورتنج ليك، المركزيه واللا مركزيه، واخرها خالص الفورماليزيشن ان كل حاجه كل الوظائف تبقى منظمه. اخر حاجه خالص هنتكلم عليها اللي هي الشكل، الهيكل التنظيمي. الهيكل التنظيمي الحقيقه بيبقى ليه 3 اشكال، يا اما بتقسم طبقا للفانكشن الادارات، بتلاقي الدايركتور او الشيف اكزكتيف اوفيسر فوق تحتيه مثلا 9 ادارات مختلفه او 9 قطاعات، قطاع المالي، قطاع التسويق، قطاع اللوجستيات، قطاع الاي تي، قطاع الاتش ار، قطاعات كده مختلفه. ده الاستراكشر الاولاني بنسميه A functional organization structure is structure that consists of activities such as the coordination, supervision, task allocation. The organization structure determines how the organization performs or operates. The term organization structure refers to how the people in the organization are grouped and to whom they report. يبقى ده الفانكشنال ستراكشر. في وده one functional structure, one traditional way. ده نوع يعني traditional خلاص يعني متعودين عليه of organizing people is by function. Some common functions within organization like production, marketing, human resources and accounting. ده الجزء الأولاني. الديفيجنال بقى اللي هو بيجي بيبقى بتعمل ديفيجنز، يعني مثلا شركة نسلي مثلا بتاعت المشهورة جدا، فعندها زبادي، منتجات ألبان، فده ديفيجن. عندها منتجات مية، ده ديفيجن. عندها منتجات شوكولاتة، ده ديفيجن. مثلا عندها منتجات تانية، تتحط ديفيجنز، وكل ديفيجن يبقى ليه رئيس وتحتيه موظفين مختلفين. والموظف مثلا رئيس القطاع المالي بتاع الديفيجن ده او المدير المالي بتاع الديفيجن ده بيبقى دبل ريبورتنج، رئيس القطاع المالي بتاع نسلي بصفه عامه، وريبورتنج كمان للدايركتور بتاع الديفيجن اللي هو بي ريبورت ليه. احيانا كمان من ضمن الحاجات المهمه بنلاقي مثلا قطاع معين، القطاع ده في الماركت بومينج، يعني في بوتنشال جميل جامد في الماركت في المبيعات، لكن الشركه مبيعاتها منه او الماركت شير بتاعها حصتها من السوق قليله، بنسميها الماركت شير، حصتها من السوق. فنعمل ايه؟ نخلي كأن بنعمل كده انكيوبيتر، يعني كأن حضانه، فبنخلي
في ديفيجن لوحدها كده هوت، يعني الشركة ماشية بنظام اللي هي اللي هو الأولاني اللي هو الفانكشنال. تلاقي مثلا زي ما بقول لحضرتك رئيس قطاع المالي، رئيس قطاع المبيعات، رئيس قطاع الاي تي وات ايفر، وجنبهم رئيس قطاع الميه. فعشان الميه دي فيها بوتنشال في الماركت، انا عندي لو ماركت شير والماركت فيه بوتنشال عالي قوي، فخليه حاجه عشان اسهل العمليه واخلي حد متخصص فيها، بدل ما المنتج شانه شان بقيه المنتجات بياخد نفس الاهميه، لا انا اخلي حد يبقى مسؤول عن المنتج ده. ده اللي بنسميه الماتريكس ستراكشر، وده النوع الثالث اللي هي بيبقى جروبز امبلويز باي بوث فانكشن اند برودكت. فتلاقي زي ما اقول لك برودكت بتاع الميه ده في الستراكشر، وتلاقي ان المدير المالي بتاع برودكت الميه ريبورتنج للاثنين، ريبورتنج للدايركتور بتاع الميه وريبورتنج للرئيس القطاع المالي بتاع المنظمه. يعني دي شكل الهياكل بصفه عامه، لكن طبعا الشكل اللي انتوا هتلاقوه لما تشتغلوا وده المتعارف عليه تراديشنال خالص هو الفانكشنال اللي هو بالادارات. هتلاقي رئيس القطاع المالي، رئيس قطاع التسويق، رئيس قطاع المبيعات، رئيس قطاع الاي تي، رئيس قطاع الهيومن ريسورسز الموارد البشريه، رئيس قطاع الاوبريشنز، رئيس قطاع اللوجيستكس، كل دول ريبورتنج للتشيف اكزكتيف اوفيسر، وتحتهم مديرين تانيين، مديرين ادارات، وتحت مديرين ادارات سوبرفايزرز، وتحت السوبرفايزرز المشرفين تحتهم موظفين. كل ما بتنزل تحت كل ما السبان بيزيد، يعني بدل ما انا ريبورتنج ليا 10 ممكن يبقى ريبورتنج ليا 30، ممكن ريبورتنج ليا 50. انا اخر وظيفه اشتغلتها كان القطاع بتاعي فيه 800 موظف، كان تحتيه 10 وال 10 تحتيهم بقى 30 و40 و50، ما في الاخر خالص في واحد موظف تحتيه 100 عامل، فبالتالي كان القطاع فيه 800 واحد. ده باختصار اللي انا كنت عايز اوصله لكم النهارده. اتمنى تكون المحاضره لطيفه، الكويز ان شاء الله هيبقى سهل ما فيهوش اي حاجه، واشوفكم على خير ان شاء الله في المحاضره القادمه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.